قبل ما تقوص تأكدت انهم ارهابيين؟ عم احكي معك، قبل ما تقوصوا للشاب تأكدت انه ارهابي؟ عم يمرق حاليا بصدمة كتير قوية، لو سمحت كن متفهم يا خانم. انا مجبور اقدم هالتقرير باسرع وقت ممكن للنيابة العامة ولمديرية الامن كمان. قوص عليه من غير قصده يا حضرة المفتش، ليش عم تضغطوا عليه؟ من غير قصده زوجك قتل شاب عمره 20 سنة؟ لازم يجاوب على اسئلتي احسن ما اسجنه. حضرة المفتش، ظبط حكيك وعرف مع مين عم تحكي. كارلوس عاكف، خلونا نفوت لجوا احسن ما تتعكر الاجواء اكثر. نمشي يلا. شو صاير للناس؟ كل مين حمل سلاح بيقوص على كيفه وما بده يتحاسب؟ بالتا حبيبي احكي شو في عندك. قد ما تعاونت معهم رح تكون قصتك مهونة اكتر وممكن تتفادى السجن او الفصل. يا عمري يلا يا تقبرني جاوبن على سلتون، قلو ليش صار كل هاد وانك ما بتقوص حدا بريء بقصدك. حضرة المفتش انا معك، انت عم تقوم بواجبك، بس الوضع مثل ما انك شايف حضرتك لسه لهلأ ما تأكد خبر موته للشاب، فلو سمحت اختار كلماتك بتحفظ شوي. شفتوا شو طالع بالأخبار يا شباب؟ لا ما شفنا شيء. الطالب الجامعي قادر جاناكجي تم قتله صباح هذا اليوم بطريق الخطأ من قبل أحد عناصر العمليات الخاصة، وكان سيتخرج من الجامعة في هذه السنة. وهذا الخبر المؤلم ساعد أحد الشرفاء من القائمين على الطالب المرحوم بإيصاله إلينا منذ قليل. شو هذا الجسم مبينة وعم يقول مات؟ لك هدول من وين بيجيبوا أخبارهم؟ بس بدي أفهمين ابن الحرامي اللي بيعطيهم أخبار. يعني مين بده يكون سرب لهم هيك خبر؟ لكن بيني أكيد جماعة التنظيم. لك هدول الناس ما فيهم لا نخوة ولا شرف ولا أخلاق ولا سمعانين فيهم. يا أخي الموضوع كله صار بالغلط، والإعلام بدل ما يغطي على الموضوع فضحنا ونشر الخبر قبل ما حدا يعرف. تعرف شو جاي على بالي؟ جيب كل هدول المذيعين وندقهم قتلة ليتعلموا يحكوا علينا. هذا الصح، الله ينتقم منكم. آمين. لا نزال حتى هذه اللحظة مستمرين في متابعة تفاصيل هذه الواقعة المؤلمة. وقد أوضح مدير مديرية الأمن بتصريحه أنه تم فتح تحقيقاً لهذه القضية. هلأ بدهم سنة ليخلصوا من هالقصة. بعملتنا قدرنا نفهمهم شو تمن إنه يعلقوا معنا. لازم ما ناكل حقه لأيدين، إله فضل كبير علينا. شو أنت أجدب لتقلي هالحكي؟ أكيد ما رح ننساه. والله القصة إجت بوقتها. إيه صح، بس في مشكلة، أيدين لساته بين إيديهم، ممكن يحكي شيء؟ لا مستحيل هالحكي، إلي بعرفه سنتين ما رح يفتح تمه. إذا ضغطوا عليه أكيد رح يحكي. لا مستحيل يحكي وبلا شكك أحسن لك. شوفوا شوفوا، أمه لقادر طالع على التلفزيون. نحن الآن في بث مباشر مع والدة الطالب الذي قتل بأيدي عنصر العمليات الخاصة. سوف نتحدث معها قليلا. هدول الصحفيين ملاعين وبنخاف منهم. خالتي أم قادر شو حابة تقولي؟ شو بدي أقول يا بنتي، والله حاسة حالي رح جن. لسه الصبح حكيت معه، قال لي اطمني يا أمي رح اتخرج هاي السنة من الجامعة، وبدل ما يرجع لي متخرج وافرح فيه رح يجيني جثة محملة هالمسكين. قلبي محروق ومهرفانة. اللي صار اليوم لصالحنا، العمليات الخاصة ما رح ينفدوا من هالقصة. خلونا نجهز لهم شي مفاجأة تانية. جاهزين شباب؟ طبعاً نحن جاهزين. قالوا لي انه ابني توفى، هاي إرادة الله، بس على الأقل يعطوني جثته، بدي اشوفه لآخر مرة قبل ما يدفنوه. هذا حقي، بكفي حرقولي قلبي بموته. ناديت لهم ما ردوا، كان عددهم 2.
ونحن وصلتنا معلومات انه ما كان في الا رهينه. فكرت الشاب الثاني من التنظيم كان عم يضغط على الدكتور لياخده. كان في سلاح بايده؟ ما كان في شيء، بس انا حسيته عم يتهجم على الدكتور، حسيت انه كان بده يأذي. بفهم انه بتقوس على حسب توقعاتك، مزبوط؟ لا هالحكي ما انا مزبوط بنوب، زوجي له سنتين بالشرطة وما غلط، وحتى هو ما اذى نملة بعمره. بلا حكي فاضي، هو مذنب وعم تدافع عنه؟ الشعب كله عم يعاني من امثالكم. بس صاروا مع الشرطة بيفكروا حالهم فوق القانون، عملتونا مسخرة. رح تحترم حالك ولا لا؟ لا تتهم الكل. عارف حالك شو عم تحكي، فهمت؟ أنا قتلت مو حدا تاني، وجه حكيك إلي. لو سمحت بالتا، اهدى شوي، لو سمحت. خلص ابني اهدى بقى. شو هالحكي بالتا؟ فاطمة لو سمحتي اهدي، الوضع متوتر بما فيه الكفاية. لو سمحتي روحي واهدي شوي. رجب وينو المجرم؟ لك وينو هالواطي اللي قتل لي ابني من دون رحمة؟ وينو؟ دلوني عليه ولا بقتل حالي؟ وينو المجرم اللي قتله؟ خالتي اهدي شوي مشان قتلتو ابني وبدك اهدى؟ لك كيف بتقتلوه؟ شاب مثل الوردة وكان رح يتخرج من الجامعة، بس انتو قضيتوا على أحلامه. الدراسة جريمة يعني؟ مين فيكن اللي قتله؟ ها؟ انت شي اللي قتلته لابني قادر؟ لك كرمال الله قولولي مين اللي قوصه وريحوني. ليش قاعد ساكن؟ ما تكون انت اللي قتلته، قولولي مشان الله حدا منكن يدلني عليه وريح لي قلبي رح موت. لك مين فيكن قتله حكوه. مهنن يا اختي، انا قوصت ابنك. ليش قتلت لابني؟ لك قادر بعمره ما أذى نملة، ليش لحتى تقتله وتحرق لي قلبي عليه؟ شو سوالك؟ ما كان قصدي، سامحيني، ريت شلت ايدي قبل ما اعملها. شو ما حكيتي ما رح ازعل منك، بس اللي صار صار. ملوها شباب، ملوها، ملوها وحدا يجيب مي او شي شغله لنصحيها. قادر يا الله سامحني يا الله. بالتا روق مشاني يا عمي، هلا بصير لك شي. بعد الشر عنك، انت ما قوصته بقصدك، اهدى حبيبي. بالتا اهدى. بالتا تعال معي لنحكي كلمتين برا. بالتا يلا تعال اخي، تعال ما بيصير تضل هون، يلا تعال. يلا يلا اخي يلا. ابني ابني
شايفين لحظة طيش من عنصر غبي وما بيعرف يتصرف شو كلفتها؟ ليك فهم علي، أنا واحد متهور وما بتعرف شو ممكن أعمل، فصون لسانك أحسن لك. شو يعني؟ شو بيطلع بإيدك ولا؟ أنا ولك؟ شش خلص عاكف، شيل إيدك عن المفتش. إحنا هون كلنا أخوة وإيدينا بإيدين بعض، وإيدنا أتقل من ما بتتخيل على عدونا، وكلياتنا محروق قلبنا على الشاب اللي مات بس قوصه بدون قصده. لا تواخذنا، مثل ما شايف الكل هون محروق قلبهم على الشاب اللي مات، وبحكيك عم يزيد الطين بلة. إذا كتبت تقريرك خلص يعطيك العافية، روح سلمه، ما في داعي للكلام الزايد. ماشي؟ أنا بورجيكم، رح أكتب كل شي صار. لكن إلي عمن خليتي بقى واكتب اللي بدك تكتبه. حاجتك تحيات مخلص. لك شو أنت ما بتعرف تمسك حالك يا أخي؟ يعني تنبسط إذا إجي أمر فصلك؟ إذا بالتا بينفصل رح نترك الشغل كلياتنا. إيه ما عم بمزح. الله يجيرها، تحطط علينا. قولي لي كيف بدك يعني يكون يا بنتي؟ لك حتى جثة المرحوم ما بدهم يعطوني إياها. ممكن يكون عايش، خلي إيمانك بالله كبير. ما بدي شي منكم غير شغلة واحدة، أعطوني قبر لأقرأ عليه الفاتحة من وقت للتاني حتى لو فاضي. المهم اسم ابني يكون عليه، بس نفذوا لي هي الشغلة وما بدي شي تاني. طفوا لي النار اللي شاعلة جواتي، خلي لكم أهلكم. لا والله هيك أبدا ما رح يمشي الحال، في شي غلط، بس شو هو هالشي يا ترى؟ اهدى بقى بالتا، طول بالك وتوكل على الله، إن شاء الله ما بيصير غير الخير. صدقني، بكرة المحكمة رح تحكم لك براءة. أنا مو فارقة معي المحكمة كلها، اللي شاغل لي بالي شو اللي بدي أقوله للمخلوقة شو؟ يلي صار كان حكم ربنا وقراره، وما فينا نغير هالشي. شباب، أنا ما كان بودي أخبركم الخبرية، بس ما فيني ما أطبق التعليمات اللي وصلت من مديرية المنطقة. خير شو في سيدي؟ ابني لا تزعل مني، أنا مجبور أخذ هويتك وسلاحك لبين ما تصدر نتيجة التحقيق بالموضوع. سيدي ما فينا نغير القرار. ممنوع عاكف، مو بيدنا. الطعام بعد الحكم. ولا يهمك، أنا بوعدك إنه هذا الموضوع ما رح يطول أبدا. طول عمري معتبرها سلاح مثل ابني، وما أنا سهلة أبدا على الأب بفارق ابني. تفضل سيدي. اهدأ، لا تبكي، بكفي. أخي طول بالك. لك خلصنا بقى. خلص. ما رح يمشي الحال معنا هيك، أنا لازم أتصرف. خلص بقى. أخي عاكف لوين رايح؟ هلا برجع. رحتوا بهالوقت هي منا علامة خير أبدا. إن شاء الله يكون خير. طلع فيني حبيبي. خلص بقى، خلص. لك رد. تبكي الله يخليك. Show.
خدي اشربي مي تفضلي. يسلموا ما بدي. يا اختي ان شاء الله حاولي تسامحي. أنا بسبب اللي صار عم عيش عذاب جهنم على الأرض كل لحظة. وشو ما كان عقابي أنا رضيان فيه. سامحيني، هذا قضاء ربي. بالقضاء والقدر. وشو ما كان قدرنا أنا رضياني فيه. أنا رح سامحك بس بشرط. اعمل اللي بدك اياه. بدي تجيب لي جثة ابني. ما بدي اياه يبقى بدون قبر. إذا بتجيب لي جثة رح سامحك. رح أجيب لك الجثة. هذا وعد. رح نجيبها ما هيك؟ إيه وعد. رح نجيب لك الجثة. إيه رح نجيبها، لشو ما كلفنا الأمر؟ إيه رح نرجعها أكيد. حلقيها بإذن الله. بس أنت دعي لنا. اتكلنا على الله. اختي ان شاء الله رح نلاقيها ونجيبها، لا تشيلي هم ابدا. خالتي عندك مكان تروحي عليه؟ لا والله انا ما بعرف حدا باسطنبول. خليني استضيفك عندي أحسن ما تضلي لحالك، شو رأيك؟ عن إذنكم شباب، أهلا وسهلا فيك. تعال تعال عود هون. أخي الشغلة بدها صبر. الشاب يلي بدك إياه موجود عنا، بس أنت ما حكيت معي ولا شفتني. خلاص لا تقلق، ما رح أحكي ولا كلمة. وأخيرا لقيتك. أنت شو يلي بدك يا مني؟ فيك تقولي لي شغل معك.
صادق، الكاميرات اللي هون مفصولة ما هيك؟ فهمت عليك، دقيقتين وبيكونوا مفصولين. لوين رايح؟ أنا بدي محامي هلأ. إمتى رح يجي المحامي تبعي؟ خدوا لك، قلت لي بدك المحامي لك هان. أنا رح نوب عنه لفترة، شو رأيك؟ على فكرة أنت واحد مريض. لعمك كل هالقد مبين علي؟ ها؟ كل هالقد مبين؟ ولك؟ هلا أحكي لشوف، جماعتك لوين أخذوا جثة قادر أحكي؟ أنا ما بعرف شي. أنا بعرف كيف خليك تحكي يا واطي. أحكي ولك؟ يلا أحكي، ولك أحكي، أحكي. صدقني لو شو ما عملت أنا ما رح أقلك شي، وحتى ما رح خليك تاخد مني ولا كلمة. رح أرفع عليك قضية ورح أحبسك. تعا ولك؟ ليك اسمع، بما أنه حنكك لساته مكانه أحكي، لأنه بعد شوي مناخيرك وحنكك رح يبادلوا مكانهم. بتصدق أنك خوفتني؟ هاي بتكفي ما هيك؟ ايه بتكفي وزيادة، وفيها تقلب قطار كمان. ممتاز، رح تحطوها بقبر قادر، مشان هيك لازم ندبر له قبر. ترك الأمر علي، أكيد رح يحاولوا يعرفوا القبر، وبس يعرفوا مكانه رح تبلش الحفلة. تحت راسكن قتل شاب عمري الورد، وأقرب رفيق لقلي اتهموه إنه هو القاتل. مفكرني رح أسكت على هذا الشيء؟ هلا بدك تعترف؟ أحكي، وين مخبين رفعتك الجثة؟ ما بعرف شيء أبداً، ولو كنت بعرف ما رح أقول لك. اعترف أحسن لك ولك، وإلا ما رح خليك تطلع من هون عايش. لك أحكي، أحكي عمل لك، أحكي اعترف. وقف، بكفي بقى. إذا بدك وقف انطوق انطوق، أحكي أحكي وينهن؟ يلا أحكي. بالمخزن، هو بالمخزن بيصاري غازي، أكيد بتلاقيهن هنيك. منيح، معناتها أم رح أخذك معي مشان تدلني على المخزن. عم تفهم شو عم أقول؟ عم تفهم؟ يا صادق، هذا المخزن؟ ايه هذا هو. وكم واحد في جوا؟ ماني يا تسعة، ماني متأكد، بس هن مدربين كتير منيح وعندهم خبرة باستخدام السلاح، وإذا هلا فتت لحالك ما رح تطلع عايش. يا غبي، أنا فتت على مواقف أصعب من هاي وطلعت منها بسهولة. فكرني رح خاف من هالكم كلب اللي جوا؟ ها؟ ألو، يعطيك العافية، معجنات كونجا؟ لو سمحت بدي 10 فطاير جبنة و10 فطاير شوكولا. إيه، وبدي كمان رفيقك بولند بيحب الفطاير ما هيك؟ إيه بيحبها كتير. وشو هو أكتر نوع بيحبه؟ فطاير اللحمة. رح طعميه فطاير لحمة ما حينساها بحياته. وبدي كيلو ونص فطاير لحمة. اليوم يوم مهم يا شباب، وهالمهمة هاي إذا زبطت معنا رح تدخلنا التاريخ، لهيك لازم نكون منتبهين أكتر من أي وقت تاني. يلا الكل يقول وراي، شو ما كان شو ما صار أبداً ما منهار، شو ما كان شو ما صار أبداً ما منهار، شو ما كان شو ما صار أبداً ما منهار، شو ما كان شو ما صار أبداً ما منهار، شو ما كان. نحن تمام، انتو شو صار معكم؟ دفنا قادر، سكرنا القبر عليه. تمام، اصبح انتظر مني تليفون، وخفوا ايديكم ما بدي حدا ينتبه. تفضل الحساب. شكرا لك، صحتين وهنا. واقف شوي، قديش بدك بهالاواعي اللي لابسها؟ ما فهمت عليك. بدي اشتري هدول التياب. لا ما فيني اعطيك اياهم، صاحب الشغل بيموتني. اي حاج،
ماشي المصاري، وإذا معلمك قال لك شيء اتصل فيني. فاهم علي؟ أنا شرطي. هلا بس هدول عطيني، بدي الباقي. بس ما فيني أعطيك ياهن هون. ماشي ماشي، يلا نبدل. الكل ياخذ معه مشط احتياطي. هالمره اذا اجوا جماعه العمليات الخاصه بدي اياهم الكل يموتوا، عم تفهموا؟ حاضر. ماشي. هدوا شوي، الباب عم يندق. مين اجا؟ ناطر حدا؟ لا. طيب روح شوف مين هاد. انتبه منيح. مسا الورد والفل يا معلم، جبت لكم الطلب اللي موصين عليه. طلب شو لك؟ جبت لكم سمك مشوي وبعدهم تازه ومعهم طراطور. لا انا عم بمزح معك، شو مالك شايف؟ جايب لكم فطاير، طلع. بس نحن ما طلبنا فطاير. شو هالحكي هاد؟ معقول انا غلطان؟ هن دلوني على هاد العنوان، معناتها الشاب اخذ عنوان البيت غلط، وعلى فكره مو اول مره بيغلط، بسببه انا عرفت هالشغله كلها. المهم هلا لروح وصلهم لمكان ما طلبون قبل ما يبردوا ونتبهدل. يلا بخاطرك. واقف لقلك، استنى لحظة لأسأل الشباب. ايه اسألهم بيكون احسن. بولند، في حدا من الشباب طلب معجنات؟ كيف؟ لا ما حدا طلب اي شيء. بس هاتهم اجوا بوقتهم. ماشي. شايف شكله ما له اكل شيء من الصبح. قديش حقهم؟ والله ما بعرف، يمكن الوصل وقع مني وانا بالطريق، خليني فوت لجوا احسب لك حقهم، ومنه بفوت لكم اياهم كمان. يلا اجت فطاير. مرحبا، ممكن لحظة؟ ليك أمي مريضة كتير ولازم أطمن عليها، فينك تعيرني تليفونك دقيقتين؟ بس الشرطي وصاني ما رد عليك لو شو ما طلبت مني. لك أنا مالي عامل شي، هو ماسكني من دون سبب، أمي مريضة ولحالة وبين الحياة والموت، ساعدني خليني أسمع صوتها بترجاك. لا حول ولا قوة إلا بالله. عم قلك أنا رح تموت، بعدين أنا مكلبش وما رح أقدر أهرب أو أعمل أي شيء. رح خليك تتصل بس بسرعة، خود احكي. شكرا. صحتين وهنا. شو صار معكم؟ تفضلوا العصير. تفضل. ان شاء الله. حاولوا اسرعوا شوي. عيد شو قلت؟ عم قول دير بالك سخنين، هلا بتحرق لسانك. يلا كول. بأي قبر دفنتوه؟ يلا كثير منيح، حدا انسب مكان. نحن قاعدين عم نستنى. صحتين. كيف؟ طيب شو عم تساوي؟ خلصوني بقى يلا. يلا بولند، سكر هالتليفون ورد علي بقى. مين بولند؟ انت مو قلت رح تحكي مع امك؟ عم بتصل باخي الصغير، امي كتير مرضانة وما بتقدر ترد علي. ايه ماشي لا تواخذني. بدي رد علي بقى. ونحن كمان طالعين بعد شوي. سيدي، بعت الشباب لعندي فورا، انا موجود بمخزن منطقة صاري غازي. وانت شو اللي عم تساويه هنيك لحالك يا عاكف؟ سيدي ما في وقت هلا، لازم تجو بسرعة. انا بمنطقة صاري غازي وهلا انا جوات المخزن. حسنت اعرف منهم بعض المعلومات، دافنين قادر بمقبرة داود باشا. بعت دورية تدور هنيك. رح ابعتهم على الحارك. وشوفي كمان. الو، كيف؟ عم تقول شرطي؟ شو؟ كيف؟ ولا انت متأكد؟ امبارح اجى على المخفر وصار يضربني بطريقة وحشية، هلا هو عندكم جوا، عامل حاله تبع الفطاير، بسرعة اقبضوا عليه. شو عم تحكي انت؟ هات تليفوني من ايدك، قلت لي رح تحكي مع امك، عم تكذب؟ هاتو. ايه هات التليفون وانقلعوا لك. ايه
صحتين والفنا يا شباب. ان شاء الله تكون معجنات المحل تبعنا عجبتكم وكانت مثل ما بدكم. عطول اطلبوا من عنا ماشي. امسكوا له هذا الواطي. تعال هون، تعال هون، تعال هون، تعال هون، هون حقير. لا تخليه يهرب. يلا بسرعة بسرعة. يلا بسرعة. ما راح تخليه يطلع من هون عايش. لك لا تخلوه يهرب لهذا الواطي. ديروا بالكم. يا رب يصابوا الشباب على الوقت، لأنه إذا ضلنا وحدي بروح فيها. اسمعوا يا رجال، هذا زميلكم عاكف عم يلاحي العصابة لحاله، وهالمرة شكله مسك شيء كتير مفيد ومهم، عرف مكان العصابة ومكان قبر قادر كمان. ممتاز، حلال عليه والله. اطلعوا فورا. حاضر سيدي. طالعين ليك سيبو، انت روح على المقبرة والباقي روحوا يساعدوا عاكف. امرك سيدي. بالتا انت لازم تبقى هون. أخي بالتا، ما عليش ولا يهمك، هي كلها فترة ورح تمرق، أنت ما تعصر بقلبك. إيه؟ توكل على الله. رح خبر أمه لقادر كمان، خليها تنبسط. ماشي خبريها. لك أصول هذا الواطي، لا تتركوه عايش. كل هاتكن ما عم تقدروا تقتلوه، خلصونا منه. هرب الحقوق. ما رح تنفذوا مني حتى لو كان الثمن روحي. شو صاير؟ لقيته لابني؟ خبرني. قول ان شاء الله اختي. بس انت استني هون شوي لنتفقد الوضع بالاول. ألف الحمد والشكر. شكراً يا عم. ماجد أنت خليك معه هون وأنتوا الحقوني. شو عم تعملوا عندكم يا شباب؟ ها؟ كان في عنا جنازة. ارجونا هوياتكم لو سمحتوا. روح انت من الجهة الثانية. يلا شو
شو عم بصير هنيك؟ لك يا اختي ارجعي لورا. هدول اكيد اللي قتلوا ابني، بعدني انا برجيهم. وقفي عندك، لوين رايحه؟ كرمال الله يا ابني اتركني فوت. في اطلاق نار جوا هلا بتتأذي. الله يوفقك، بدي اروح لعند ابني، اتركني فوت. بس اذا فلتك بتموتي يا خالي. لا تمنعني روح، اساسا الحياه من دون ابني ما عاد تنعاش. انا ما رح ارتاح لحتى انتقم من هدول اللي قتلوا ابني. لك ارجعي ارجعي، لوين رايحه؟ يلا افتحوا بسرعه. لك شد ايدك انت وياه. اكيد قافلينه من جوا. لك يلا ولا غبي انت وياه. بعد ليك انت وياه بعد. شوفوا اذا لساته جوا. يلا بسرعه، يلا. لك يلا يلا، لك يلا ولا تحرك جبان. يلا العمى ما عم يرد عاكف، بظنه واقع بورطة. طيب شو رح نساوي؟ رح نعمل مثل ما بيقول بالتا على طول. قصدك انه نهاجمهم سوا؟ ايوه، وهلا صارت هالمهمة حلوة. يلا امشوا ورا. ماشي. شو هذا اللي عم بيصير جوا؟ حدا يفوت يشوف. لك عملكم فوتوا. لك يلا ولا انت وياه تحرك. يلا ولاك. الكل يرمسحوا. سلموا حتى للشرطة. عددهم كبير، هربوا. وين هربت انت وياه؟ لك تعالوا لهون. هربان من هون، وبنصحكم لحدا يوقف بوشي. ما رح تقدر، تروك عارف وسلم حالك. لا تعلمني شغلي ولا قرب افتح الباب. هاد الحلوان يلا قادر ما طلع ميت ولساته عايش. انت عم تحكي جد سيدي؟ عن جد والله عاكف اتصل وخبرني. يا الله يا الله يا الله. على بالك خنقتني. سيبه لا تشغل لي بالي، جاوبني اذا عم تسمع رد علي. تحركوا خلينا نروح نشوفهم فورا. يلا وقادر وقفوا دقيقه. شو في خير؟ وين قادر؟ وين اختفى هاد كمان؟ قادر قادر قادر. شو اشتقتي لابوك يا اميره؟ شوفي انا رح اتصل فيه هلا، اذا بدك تحاكي قولي. ها بسرعة ولا يلا وقف يا اختي. لك قادر عم بيقولوا خافف وزن الخبز، ليكو هاد مثل الحجر. انا مو خايف من الموت. يعني مو خايف؟
الله حط الروح والله اللي بياخدها، ليش لحتى خاف؟ معناتها خلينا نبعتك للمكان اللي حابه.